عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل إذا متواصلين أيها الحبل الكريم أيها المتابعون من هذا الانطلاق شوطنا التاسع الذي أعلنت انطلاقته قبل قليل يحمل الكثير من عنوان الجعدة. نعود بالشكر والتقدير لصندوق السمحة على تعاون بهذه الرياضة المتميزة. شكرا على القائمين على المتابعة. شكرا لناصر بن حويرب المنصوري مدير هذه اللجنة المنظمة. نسير بتعداد الشوط التاسع الذي حمل فئة الجعدان. نتعرم مباشرة إلى زمام الأمور. العودة إلى الواعي على المقدمة. يتابع أحمد بن مطر الرميثي على مقدمة الشوط. بينما أعود بالمتابعة وصل هملول الذي قدم. راشد بالحرب. راشد المهيري يتابع المستوى الثاني. هملول الذي إذا نعود إلى هملولة على المستوى الثاني الذي قادم قدم جميل. راشد بالحرب. راشد المهيري. ولكن العودة إلى زمام الأمور. العودة إلى مقدمة الشوط. الواعية هي الأقرب. هذا الشوط الذي سجل ودشنا فيه الأبكار الذي على البداية. ولكن أبو خادم مصر إلى الصدارة. الله الله الله. المهيري واصل بقوة. المهيري يتقدم أبو الحر على المستوى المتميز. ولكن وين بداية الشوط؟ وين رحلة الشوط؟ يبدو لي بالانطلاقة. المهيري عندنية يا بناموس. شد الحيل يا الرميذي. شد الحيل يا أخوي. دير بالك. التسلل المسموح للغاية. التسلل بدون أي أوامر. بدون أي أوامر. هملولة هملولة. الله يا السلالة الغنية عن التعريف. راشد من الحرب. راشد المهيري يقود هذا الشعار. يتولى هذا الشعار. سلام وتحية. مشكور يا المهيري. مشكور يا أبو الحر. مشكور. لحظات الاقتراب إلى خط النهاية. تهانينا على فوز هملولة. التهني لراشد بالحرب. راشد المهيري مشكور على هذا الأداء. الملك الثاني الواعية قدمت عاد تشكر عليه. يرافق أحمد بن مطر بن محمد الرميثي وبقية الأسماء. نترك المجال للخط النهاية. بنعود بالتوقيت الزمني الذي رافق هملولة دقيقتين واحد وعشرين ثانية الذي كان مرافق هذا الشعار بالإنجاز الجميل.